السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله هعمل البفتيك بطريقه حلوه قوي وتتبيله حلوه قوي، جربيها هتعجبك جدا. هيبقى اللحمه من جوه طريه خالص والكفر بتاعها متماسك زي ما انتم شايفين كده ومقرمش كمان. تعالوا نشوفوا انا عملتها ازاي. هنسمي بسم الله وهنصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. هنا معايا التتبيله اللي هعمل بيها، هنا معايا بصلايه وفصين ثوم وطماطمايه. هحط كل الحاجات دي في الكبه واحط عليهم معلقه ملح، واحط كمان معلقتين خل. الخل بيساعد ان اللحمه تبقى طريه معاكي وتستوي بسرعه، ومعلقه زيت برضو عشان تطري الانسجه بتاعه اللحمه. وهضربهم كويس في الكبه، وبعد كده هصفيهم على اللحمه. اللحمه اللي انا مستخدماها بقى، انت هتستخدمي لحمه هتجيبيها من عند الجزار، لحمه زي ما انتم شايفين كده متقطعه رفيع خالص. قولي له انا عايزه لحمه بفتيك، هو بيعرف القطعيه بتاعه البفتيك فهيقطعها لك كده زي ما انت شايفه. وكمان انا جايباها الجزار كان مديها لي يعني كل متغلفه في اكياس، في كل كيس بتبقى قطعه، علشان هو بيحطهم ما بين اكياس علشان لازم يدق البفتيك كويس. لو هو مش عامل الخطوه دي انت لازم تعمليها في البيت، عشان دي مهمه قوي، علشان بتفتح الانسجه بتاعه اللحمه وتخليها تستوي بسرعه. زي ما انتوا شايفين كده انا صفيت التتبيله خالص، اخدت العصير بتاع البصل والطماطم بس، عشان لما تيجي تحمريها ما يكونش فيها بصل، يبقى طعمه باين كده مش حلو في اللحمه. وكده انا اخدت عصير البصل والطماطم، هحط لها بقى التوابل بتاعتها. هحط لها فلفل اسود وبهارات لحمه، كل حاجه معلقه صغيره ورشه جوز الطيب بس كده، مش هحط اي حاجه تاني. وهقلبهم بقى في التتبيله كويس قوي، وهسيبها تسيبيها في التلاجه، وبرده هرجها كده علشان تتبل كويس زي ما انتم شايفين. وهسيبها في التلاجه لمده 4 ساعات اقل حاجه. عايزه تسيبيها من قبلها بيوم هيبقى احسن بكتير ما تسيبيها ساعتين او 4 ساعات بس، هتلاقيها استوت معاكي بسرعه والانسجه بتاعتها هتبقى طريه خالص. هنا خلاص انا سبتها، الصراحه انا سبتها يوم كامل من بالليل للصبح، وخلاص كده هي مش ناقصه الا نعمل لها الكفر بتاعها ونحمرها. دلوقتي انا بستعمل ايه عشان اعمل لها الكفر؟ انا حطيت هنا بيضه وعليها شويه لبن وملح وفلفل، وقلبتهم كويس كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين. ومعايا طبق فيه دقيق وطبق فيه بقسماط، وهطلع اللحمه كده زي ما انتم شايفين من العلبه. لازم اصفيها كويس قوي من التتبيله دي، وهنزلها في الدقيق، هخليها تاخد بس يعني طبق الدقيق بسيطه خالص مش كتير بس كده، ونفضيها برضو من الدقيق كويس. وبعد كده هحطها في البيض. وهنا طبقه الدقيق اللي احنا عملناها في الاول دي هتساعد اللحمه ان هي تتشرب من البيض زي ما انتم شايفين. وبعد كده هطلعها على البقسماط. خطوه البقسماط بقى مهمه قوي، ان انت لازم يعني تغطي اللحمه كويس قوي بالبقسماط، وتضغطي عليها جامد عشان تبقى متغلفه كلها بالبقسماط وما يفكش منك في الزيت. او زي ما انتم شايفين، بصوا لازم تضغطي جامد قوي كده على اللحمه بالبقسماط بس كده بالشكل ده. بنفضها لباقي البقسماط الزياده زي ما انتم شايفين، متغلفه كويس قوي ما فيهاش اي فراغات. واخد واحده تانية برضو هعملها معاكم اهي بالشكل ده. على فكره في ناس كتير بيستكفوا بس بالبقسماط، يعني بيحطوا اللحمه في البيض وبعد كده بيحطوها في البقسماط، بتطلع ناشفه ما تبقاش حلوه. الدقيق بيديها طراوه حلوه قوي. ليه؟ لان الدقيق بيساعد ان البيض يتشرب، فبيدي للحمه طراوه وطعم حلو. لكن لما بتحطي البيض بس على اللحمه ما بتشربش، لان مفيش طبقه تمسك في البيض. فدي الخطوه بتاعت الدقيق دي مهمه قوي. وانت لو هتعمليه وتشيليه في الفريزر مش هتستعمليه، لازم تحطي ما بين كل طبقه والتانية كيس بلاستيك علشان ما يلزقش، والكفر اللي فيها يطلع منك. لكن انا هحمرها على طول زي ما انتم شايفين، مش هسيبها خالص، هتسيبيها شويه في التلاجة لحد ما تحمريها. لازم تحطي لها طبقات اكياس بلاستيك.
اهو زي ما انتم شايفين، بصوا بضغط جامد خالص على اللحمة ازاي، بس بالشكل ده. خلاص انا خلصت الكمية كلها، وتعالوا نحمرها. انا ما سبتهاش في التلاجة خالص، انا حمرتها على طول من بعد ما عملت لها الكفر. اهو زي ما انتم شايفين انا كده حطيت قطعة من البوفتيك، وهنا بحمرها ما بقاش مزودة الزيت قوي علشان الكفر ما يفكش معاكي. وعلى فكرة ما تسيبهاش، يعني هي النار بتبقى متوسطة، ما تهديش النار عليها خالص، لان هي بتسود معاكي بتبقاش حلوة. هي اللحمة اصلا خلاص متبلة كويس، فمش محتاجة ان هي تستوي كتير، بتستوي على طول، مش محتاجة ان انت تسيبيها على النار كتير. فانت خلي النار متوسطة هتستوي معاكي وهتبقى حلوة قوي، مش هتاخد وقت خالص في التحمير، وفي الاخر هتلاقيها طرية معاكي ومستوية. اهم حاجة بس قطعية اللحمة تكون كويسة. اهي زي ما انتم شايفين، بصوا لونها تحفة وطعمها كمان حلو قوي من التتبيلة. خلاص كده بصوا زي ما انتم شايفين طلعتها على طول، ما اخدتش وقت ولونها حلو، ما تحرقتش معاكي. لما بتسيبيها فترة كبيرة على النار بتسود معاكي وتبقى شكلها حلو. حمرت قطع كمان اهي زي ما انتم شايفين، تحفة. جربيها بقى بطريقتي وان شاء الله هتعجبك جدا. ايه وقطع كمان، وخلاص كده الشكل النهائي للبوفتيك بتاعي زي ما انتم شايفين طالع تحفة ومتماسك وحلو قوي. وكمان هجربه لكم من جوه، اقطعه قصدي من جوه، شوفوه من جوه طري ازاي وحلوة جدا اللحمة. اهي بالشكل ده، بجد طعمها حلو قوي، جربوها هتعجبكم جدا. انا ابني كان واقف جنبي الصراحة هو اللي اكلها. بصوا شايفين عاملة ازاي، تحفة بجد وطعمها حلو قوي، جربيها ان شاء الله هتعجبك. ما تنسينيش بقى باللايك، ولأول مرة يشوف قناتي يا ريت يشترك فيها ويدعمها. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.